بعد ذلك تقربنا من أحد العارضين وهي شركة خاصة لبيع السيارات المستعملة. هذه الشركات متواجدة بكثرة وفي كل زاوية نوجدهم. تقترح هذه الشركات مجموعة متنوعة وكبيرة جدا من العلامات. نوجد هنا مثلا باللي هذا العارض يوضح العلامات اللي يملكها مع سنوات الوضع في السير، معدل العدادات والأسعار الابتدائية، أي أبارتير دو على حساب حالة السيارة. مثلا عندنا في سيارة موريس جاراج 5 MG5 200 سيارة اون ستوك من 2020 إلى 2022 وبعدادات تتراوح بين 30 و 80 ألف كيلومتر بسعر ابتدائي تاع 7500 دولار فوب فري اون بورد، يعني واصلة للميناء. Our company's name is Zhongzhibao, and debut this company we can export directly. And our company is a financial company. We have car rental business, and also we export our used cars. Now our company has more than 20,000 used cars and more than 90 brands. Most of our cars are gasoline, like Toyota, Hyundai, Honda, Geely, MG. Those cars we all have. Our used car sometimes maybe has some problems such as this. Yes, but that's okay. Before we export our cars, we will repair it and do our best to make it clean and beautiful. Yes. هذه جي محرك 3 سلندر 1.5 121 حصان. في جناح ممثل لمجموعة جيلي نوجد مختلف علامات المجموعة. أكيد بالإضافة جيلي كول ريلي نعرفها في الجزائر جيدا، لتمتع مواصفات أكثر من رائعة. هنا جيلي أيضا تخدم موديلات أخرى. في الصين كذلك نوجد سيارات من هذا النوع بكثرة، وهذه علامة زيكر اللي هي واحدة من العلامات اللي تابعة الجيلي. هذه 34 ألف سيارة كهربائية وكأنها بورش. واحدة من السيارات الرخيصة هذه سيارة إلكتريك هنايا جومي، هذه سعرها 5800 دولار. نشوفوا باللي جيلي ايضا مختصه في صناعه الفان تحت هذه العلامه اللي هي يونشينغ، سياره كهربائيه 100% واللي تدخل في منافسه مع كثير من الشركات هنا في الصين اللي متخصصه في نفس النوع من السيارات.